صباح الخير يا سادس، أول شيء حاب أحكي لكم كل عام وأنتم بخير. بداية فصل دراسي تاني إن شاء الله يكون خير علينا كلنا، وإن شاء الله بترجعوا وجاهية، وبنشوفكم إن شاء الله، رح نبدأ إن شاء الله اليوم الوحدة الثالثة. رح ناخد عن المايكروسوفت إكسل بيج 60. أوكي، هلا يعني تعاملنا السنة الماضية ببرنامج الإكسل إذا متذكرين، أخذنا عن إذا متذكرين عبارة عن جدول مقسم صفوف وأعمدة إذا متذكرين، صح يا مس؟ اليوم رح نيجي نحكي عنه بشكل أوسع وناخد فياته عمليات تطبيقية أكثر عليه، تمام؟ ورح نعرف الاستخدامات بشكل موسع له أكثر. هلا رح نحكي إن شاء الله اليوم عن introduction عن مايكروسوفت اكسل. ما هو المايكروسوفت اكسل؟ طبعا مايكروسوفت اكسل هي عبارة عن جداول الكترونية. المايكروسوفت اكسل عبارة عن جداول الكترونية is considered among the most important accounting programs. اذا تعتبر من اهم برامج المحاسبة اللي بيتم بيستخدموها المحاسبين. It's used in processing data. تستخدم في عملية معالجة البيانات, which is entered in tables and then subjected to arithmetic, logical and statistical operation. Okay, إذا هي تعتبر من أهم برامج اللي بيستخدموها المحاسبين في مجال المحاسبة, تمام؟ بتم استخدامه لمعالجة البيانات المدخلة لداخل هذا الجدول. طبعا بيتم ادخال البيانات الى جدول, تمام, او مجموعه من الجداول تيبلز. اوكي, وبقدر اعمل عليها عمليات حسابيه ومنطقيه واحصائيه. طبعا العمليات الحسابيه كنا بنعرفها, زائد ناقص جمع طرح ضرب اي شيء انا بدي اياه حسابي. منطقي اكبر واصغر, ترو فولس, هدول الاشياء. والاحصاء, تمام, إذا كان في إشي هيك تطلع لي هاي النسبة, تمام, لعمليات إحصائية. إذا تعريف المايكروسوفت إكسل يا مس هذا مطلوب منا, تمام. هلأ نيجي على الانترودكشن الثاني للمقدمة في المايكروسوفت إكسل. is the one of the most commonly used program due to its simplicity. أوكي, إذا يعد المايكروسوفت إكسل أو برنامج الجداول الإلكترونية أكثر البرامج استخداماً نظراً, ليش؟ لأنه بسيط, عبارة عن برنامج بسيط, فإنه هذا سهل أي ناس يستخدمه كاستخدام, تمام؟ هلأ في ناس بيستخدمه وفي عنا إكسل متقدم, تمام؟ يعني إحنا عم ناخد الأشياء البسيطة بإكسل, وأي واحد بقدر يتعلمها وينفذها, تمام؟ There has been several versions of it. But we will study Microsoft Excel 2010. Okay. هلأ في كتير مس إصدارات من Microsoft Excel, لكن إحنا رح نتخصص ب Microsoft Excel 2010. Okay. هلأ opening Microsoft Office page 61. كيف إحنا نفتح برنامج Microsoft Office؟ Okay. هلأ أول إشي يا مس, click on start. كنا نفتح برنامج وورد متذكرين, بنروح على ستارت, بعدين تشوز اول بروجرامز, بنختار كافة البرامج اول بروجرامز, بعدين تشوز مايكروسوفت اوفيس, بختار المايكروسوفت اوفيس, بعدين تشوز مايكروسوفت اكسل 2010, تمام, لانه انا الاصدار اللي بشرح لي وبتعامل معاه بكتابه 2010. اوكي, هلا يا مس لو بدنا نيجي احنا نطبق تطبيق. اوكي, بدنا نطبق تطبيق, بروح انا اول شيء على ستارت. اوكي, هي رحت انا على ستارت, تمام, من ستارت بروح على اول بروجرامز, تمام. هلا انا اللي عندي ويندوز 10, تمام, ف كترتيب غير عن ويندوز 7 زي ما هو مكتوب بالكتاب. انا ما عندي هون اول بروجرامز, تمام, لما كنا متذكرين بس اول بروجرامز كان هون طوالي في عندي, عفوا ستارت طوالي بيطلع عندي اول بروجرامز, تمام, بكبس عليها, لما اكبس عليها بيطلع لي مجموعه من الاوامر زي الموجودين انا عندي هون, تمام. فهون انا بدور على مايكروسوفت اوفيس, تمام, بدور على مايكروسوفت اوفيس.